ينس جليل على قصصا هنا أحلام ترويها لينس جليل على قصصا هنا أحلام ترويها الأمجاد قد عظمت فللأمجاد بانيها
بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا المدعي حفص عمر أبو بكر، وحان التابد سمع الأحمد، وحان كان سجيدنا يا قرآن. أنت ما ليس قرآنك؟ قرآنك والنبي. ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. صدق الله العظيم.